السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. كنقول لكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كما غادي تشوفوا معايا اليوم غادي ندير لكم جوله في خيمه، شوفوا الجديد اللي كاين. مرحبا بكم معنا في الفيديو. المهم البنات، كاينين بحال هاد البيجامات هكا ديال القطن كما كتشوفوا معايا، سخيخنن ولكن في نفس الوقت يعني ما غلاضينش بزاف. على هاد الشكل البنات كيكون هكا السروال ديالهم مجموع من التحت وعندهم الفوق. هادو البنات كيديروا 12 اورو كما كيكون هما ديال الموبرا اولا الفولور، وكيكونوا هكا رطبين كيديروا 12 اورو. المهم البنات غادي نوريكم الالوان اللي كاينه. كاين هكا في الغوز، فيه هكا النجمات، كاين في البوردو اللي وليت وريتكم فيهم هكا القليب، كاين هكا هاد البلو فيه النقيطات، وكاينين هكا هادو. المهم البنات اللي كيبغيو هكا الديسانيمي عندهم هكا السروال كيكون فيه هكا واحد لي ديسان، والفوق كيكون سامبل، وكاينه هكا هادي في الكري يعني اللي كتكون التحت ديالها يعني مزوق، والفوق يعني على هاد الشكل البنات. وكما قلت لكم يعني كلهم كاينه بحال هكا عاوتاني كلهم البنات. المهم كيديروا 12 اورو كما شفتوا، يعني كاين الالوان متعدده، ولي طاي يعني كاينه من اكس اس كما تشوفوا معايا، من اكس اس حتى الان انتم البنات. وهما الصراحه هاد البيجامات يعني من الاحسن الصراحه تاخذوا دائما طايا ناقصه عليكم، لان كيكون عندهم السروال واسع بزاف. المهم هادو بالنسبه للبنات ديال القطن اللي كما قلت لكم يعني شويه رقاق البنات، يعني كاينين البنات اللي ما كيستحملوش هكا البيجامات الغلاظ، وكاينين هكا البنات هاد الموديل هادو رطيب البنات. هذه الصراحه رطبه في هاد اللون هاد الفيولي، كدير 10 اورو السريويل، وكيدير التريكو ديالها حتى هو 10 اورو كما غادي تشوفوا معايا البنات. مهم وكاين هكا هاد لي بانتوف هادو، المهم البنات كيديروا جوج الاورو و50 من هنا يعني سخيخنه، وعنده هاد الانتي دي غابو من التحت باش زعما ما تفزقلكش ما تزلقلكش. المهم كاينه البنات في الغوز بارد، كاين في الكري، كاينه هادي هكا اللي شويه سخونه اكثر كدير 3 اورو. وهنا البنات غادي نوريكم يعني بيجامات اللي هما تا هما مقطنين، يعني ماشي الموبرا ديال القطن. ها انتم معايا غادي نشوف الثمن ديالهم البنات، كيدير 10 اورو كما كتشوفوا معايا. المهم حتى هما يعني السروال والتحت والفوقاني ديالو كاينه في البلو، في البلو سيالة البنات، كاينه في الغوز كما قلت لكم. هادو تيكونوا هكا ديال القطن 10 اورو ناقصين شويه على الاخرين، ولكن هادو البنات هما الصراحه كيرسقوا لك على اللحم وكيتا كيجمعوا الخمله. المهم انا فايت جربتهم، ولكن كاين اللي كيعجبهم انا كنوريكم، وانتم كيبقى لكم يعني طبعا الاختيار. المهم هادو البنات فيهم جوج ديال الالوان، الغوز وكاين البلو، وكاينه هاد الموديل البنات هذا تيدير 10 اورو كما كتشوفوا. المهم هذه ما بقاش بزاف لي طاي، بقات غير هذه زويونين البنات هادو سخان. المهم سخيخنين عندها هي السروال والفوقاني الاس بالنسبه لهذا الموديل. وهنا البنات كاينين هاد لي بيجاما هكا ديال الساتان كما كتشوفوا. المهم هادو كيكونوا على مدار السنه البنات كيبغيوهم هكا باش ينعسوا بهم. المهم كاينين 12 اورو الفوق، والسروال غادي نشوفو لكم حتى هو بشحال كيدير 12 اورو البنات. ممكن هكا الا بغيتو السريويل مع الفوقاني ديالو، كاين هكا لي بينوار، لي بينوار البنات كيديروا 16 اورو، كاين هكا حتى الديباردور. المهم اللي بغيت مثلا دير الديباردور مع البينوار كيدير 7 اورو، الشورت هو كيدير 7 اورو، وعندهم البنات حتى السنيديله يعني البانطوفه ديالهم زويونين البنات هادو، يعني كيجيو شيك وهكا المهم تيصلحو حتى البنات هكا العريسات. المهم كدير 7 اورو هذيك السنيديله، غادي نقربكم منهم اكثر كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل. اللوين ديالهم في الكاكي، وهكا فيهم لي موتيف دوري كتجي البنات زويونه هكا كما قلت لكم، يعني بالنسبه للبنات اللي كيكونوا عريسات. وكاينين البنات المهم هذا الستيل هذا سامبل ديال بيزو بيزو، المهم البينوار كيدير 14 اورو على هذا الشكل البنات. المهم انا الصراحه هذا الستيل ما كيعجبنيش كيعرق بزاف، ولكن كنوريه لكم يعني كاينين البنات اللي كيعجبوهم بحال هكا.
وكاينين البنات هاد البينوارات هكا ديال اللي كيكونوا يعني سخان هكا ديال الموبرا اولا الفولور وحتى من الداخل سخيخنين. غنشوف لكم الثمن، ما كيبانش ليا الثمن. هو الثمن الثمن ديالو كيدير 18 اورو البنات، ممكن يكون على هذا الشكل انتوما. وخلاص كما قلت لكم يعني كاينين هاد البيجامات ديال القطن حتى هما كيديروا يعني 12 اورو الفوق و12 اورو التحت، وكاين البينوار ديالهم بحال هكا. هذه المهم عندها كيدير 14 اورو البينوار، ولكن الصراحه خفاف هادو يعني تشوفهم شويه خفيف كما هكا البنات. ممكن حتى هذا الموديل حتى هذا الوين كاين في الحمامر. وهنا البنات مهم مخرجين هكا هاد ميكاب باش ديريهم هكا فوق البيجاما. دابا وقت البرد كيديروا 20 اورو. مهم هادو هما البنات الجديد اللي جايبين خيمه كما كتشوفوا، كاين هذا كيدير 23 اورو. مهم سخان البنات، وعندهم هكا الجويب، عندهم القب مسخنين البنات هادو. ممكن حتى هاد الموديل هذا كما كتشوفوا ديال القطن، كاين هذا ديال الفرور. ممكن الصراحة منهم بزاف، وكما قلت لكم يعني هادو كيديروا 20، وكاينين حتى الخاص ديالهم وما انا نوريهم لكم البنات. هما هادو اللي فيهم هكا هاد لي موتيف هادو كيديروا 16 اورو. المهم ها لا ما المانكا لابسه يبان لكم اكثر بحال هكا البنات. المهم هادو هما لي كاب اللي ناقصين يعني 16، كاين البلو وكاين الغوز وفيهم هكا يعني لي هاد الكليبات هكا. المهم غنقربكم اكثر في التصويره ها نتوما كيبان لكم. وكاينين حتى السامبل، المهم غنديكم البنات تشوفوا حتى السامبل ديالهم. وما هادو المهم هادو هما الصراحه البنات اللي انا بانوا لي جداد اللي خارجين دابا هاد العام. ها نتوما هذا السامبل كيجي على هاد الشكل، كاين في الكري وكاين في الغوز. البنات غادي نقربكم من لي بينواخ، غادي نوريهم لكم حتى هما كما كتشوفوا. كاين هذا الموديل هذا طويل كيدير 18 اورو في الباج، وكاينين هاد الغوز هكا اللي قصار انا نقربو من الثمن كيديروا 10 اورو البنات على هذا الشكل. المهم عندهم الحزام ديالهم، عندهم الجويب، كاين بحال هكا كيجي الغوز، وكاين حتى في الكري، كاين مهم اللوينات غادي نوريكم اللوينات اللي كاينين انتم البنات. ممكن هاد الباج اللي بالمارون بحال هكا، وكاين هاد الكري هكا، كاينين حتى في الموف، وكاين هادو ديال لي موتيف. المهم هادو كيديروا 10 اورو حتى هما انتم البنات، الصراحه زويونين. وهنا البنات غادي نختم معكم بجوله خفيفه على لي بانطوف، يعني عندهم البنات بزاف ديال الانواع، والثمن ديالهم يعني ما بين جوج حتى الخمسة اورو. صافي البنات كانت هذه الجوله ديالنا، كنتمنى انها تكون عجبتكم وتكونوا خديتوا فكره على جديد البيجامات بريمارك. صراحه كاين الجديد، عندهم اثمنه مناسبه، وما تنسونيش باللايك واشتراك الى عجبتكم القناه.